السلام عليكم يا ام محمد. اتفضلي حبيبتي. السلام عليكم حضرتك يا دكتور. الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. انا بحبك جدا والله، وحياتك اتغيرت بسبب حضرتك. الحمد لله، ربنا يغير احوالنا للاحسن والافضل، اللهم امين. والله يا دكتور انا بسمع كلامك في كل حاجه، ويعني انا كنت عصبيه جدا ودلوقتي بقيت الحمد لله يعني ما بقيش في عصبيه زي الاول. بس انا دلوقتي عندي مشكله يا دكتوره. اتفضلي. انا جوزي مسافر، يعني هو بيقعد معانا هنا مثلا شهرين او ثلاثه ويمشي تاني وكده. هو حاليا لسه ماشي من يومين ثلاثه، وانا مش عارفه اتاقلم ازاي على الوضع. يعني انا تتاقلمي ازاي على الوضع؟ مش على بعده يعني. عمر زواجك كام سنه يا ام محمد؟ عمر زواجك كام سنه؟ 10 سنين. وهو بيسافر بقاله قد ايه؟ يعني حوالي 5 6 سنين كده. طيب يعني وانت 6 سنين مش قادره تتقبلي فكره انه بعيد؟ لا هو اصلا يعني احنا على نتعود ويجي يقعد شويه ويمشي تاني. يعني هتبقى صعب علينا ان احنا نتاقلم شويه. طبعا انا مش عارفه اعمل ايه، وعندي وقت وكده مش عارفه امشي ازاي. انا مش عارفه امشي حياتي ازاي بالنظام ده. حياتك مع نفسك مثلا، مع اولادك في مع نفسي. طب اسمعيني هقول لك على شويه حاجات تحفه جدا. اسمعيني يا ام محمد، اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يجمع كل زوجين، اللهم امين، كل زوج مسافر وبيجيب رزق. حاول والله، انا كنت مره سالت استاذ دكتور فصول دين، قلت له يا دكتور كذا 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 كذا، والزوج مش عارف يجيب زوجته، وهو في مكانه في المكان الفلاني بيشتغل ومش عارف يجيب زوجته. قال يسعى بكل جهده وسعيه انه يجيبها معاه، وهي مش متجوزاه عشان تفضل في بلد. طب ما فيش امكانيه، ما هو لو جيبها مش هيحوشه كل الفلوس، بل هيستلف كذا. قال يجهد للامر ده او يقلل الفتره اللي هو بيبقى بعيد فيها عن زوجته. دي جزئيه، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى يجمع كل زوجين، اللهم امين. اعمل ايه لما زوجي يسافر وسايب العيال وعندي وقت فراغ ومش عارفه اعمل ايه؟ بص يا بنتي، اولا لكل امراه زوجها مسافر لازم يكون، مش معنى انه مسافر انه بيكلمنا مثلا كل شهر او كل اسبوع. اللي بعيد عن العين والمعايشه والكلام وانتوا فين، بعيد عن كل حاجه، عن القلب بقى وعن التفكير وعن الهم وعن انا اعمل عيال. انا شفت حالات ناجحه جدا جدا لزوج، يعني بلاش الوظيفه لان هو وظيفته 18 ساعه في اليوم، 18 ساعه في اليوم، ولو كمان استدعي في نص اليوم تعالى مثلا ده في مريض كذا وكذا، دي قلت المانع، تعال بيروح. وشوفوا ومع ذلك له عدد الاولاد والبنات، 6 اولاد من الاولاد والبنات، لازم يوميا يفتح سكايب يكلم اولاده وبناته من اكبرهم لاصغرهم، وابنه انت كذا، وانت خلفتي وانت تعمل كذا، وخلي بالك من امك في كذا، وراعي اولادك كذا. الولد ده قد ايه؟ 8 سنين. الولد ده راجل، انا بقول الولد ده راجل قيادي كده من صغره بسبب وجود اب مراعي. لازم ده بيجي ومن الدوام، هو لو كان انت في شغلك واحنا معاك ما انت كنت هتقعد معاهم 10 دقائق بس. عارفين 10 دقائق السحر دي؟ والله 10 دقائق دي ممكن تغير بيتك 180 درجه، يبقى في اعلى معيار انجاز ونجاح. بطلب من كل اب وزوج راعي الاولاد واتصل بيهم، افتح سكايب شوفوا اولادك وشوفهم، ان شاء الله اسمع من كل طفل حاجه، جمله واحده بس، امر واحد بس حصل له في اليوم، وادي له نصيحتك وادي له همك. مش اتصل بالام قول لهم كذا، واتصل بالام اعملي كذا، ده لو اتصل اصلا، ومش عارفه ايه كذا، وهو كل شهر ما انا مش عارفه ايه الاولاد اصلا مشغول. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت رايح، يعني انت متجوز ورحت تتخلف ومسافر عشان تجيب شغل فقط عشان البنك نوت يعني؟ لا طبعا، لا خالص، ادعو الله سبحانه، ولا بتاعتنا ولا الكلام، الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. 5 دقائق مش كتير، اعتبرهم حبه على الموبايل، اعتبرهم حبه مع اصحابها، اعتبرهم حبه من القالوا اللي بيحصل، تمام؟ 5 دقائق او 10 دقائق ان شاء الله لو بتنام كلم اولادك. دي جزء، دي اول حاجه بوصيكي بيها. تاني حاجه اوصيكي بيها استغلال الوقت يا بنتي، ده انت عندك وقت تحفه جدا لزوجها مش موجود. دي مش عايزه اقول لك يعني بتقعد بقى طبعا حزينه عشان زوجها، لكن نظمي حالك بقى. شوفي مثلا من بعد صلاه الفجر للصبح اعمل ايه؟ اولادي يصحوا بقى يلاقوا الدنيا ويلاقوا الفطار ويلاقوا الحاجه، حتى زوجك لما يجي هيلاقي السمت ده
يقول ولا يوم من ايام اللي انا عشتها معاكم، حياه الاسره والبيت والزوجه اللي بتعمل وكذا، ويتمنى ويسعى على الله سبحانه وتعالى يرزقه ويبعت لكم او انتم او هو يجي على خير وسعه ورزق، اللهم امين. وبعد اولادي شوف يصلوا وياكلوا ومش عارفه وينزلوا ويلبسوا ويبقى براحتهم خالص، وعندك بقى الوقت. احنا بنقول الوقت من بعد نزولهم من 7:30 او من الناس الباصات اللي بتيجي الساعه 8 لحد الساعه 2، 6 ساعات. 6 ساعات تحفة جدا تعملي فيها ايه؟ تهد الدنيا وتبنيها، تشتغلي على الجانب الثقافي وعلى الجانب العلمي وعلى الجانب الإيماني وعلى الجانب الفقهي والجانب كل ده، تعلمي وتثقفي واحضري حاجات اونلاين مجانية، ما تش قادرة تنزلي ولا راحة مش عارفة المقرأة اللي جنب بيتك مش عارفة، لا بعيد ومواصلات وفلوس في مقارئ وفي حاجات تحف. نمي نفس، اقرا ازاي اربي اولاد، اقرا ازاي اكون صالحه في الارض وفي السماء، ازاي اكون عبده مباركه نافعه للعباد، ازاي اكون طيبه القول، حاجات تحفه جدا. واقسم اليوم ده صله الرحم لعيله الاب، اليوم ده صله الرحم لعيله الام، اليوم ده مع اصدقائي، اليوم ده مش عارفه مع العيله الفلانيه اللي هي ابنهم صاحب ابني، واشوف العيله دي ايه واعمل كذا، وعينك في وسط راسك على تربيه اولادك، بنتي مش عارفه جايه اليوم ده زياره للمدرسه، مقسمه حالك ومقسمه وقاعده بقى شايفه بقى هي مش عايزه واقفه انوثتك بقى وعم تعملي مش عارفه ايه في شعرك بقى وفي الضوافر، يعني عيشي حياتك بقى، عيشي حياتك كحته واحده ست، يجي الراجل يلاقي واحده بتبرق في البيت، ماشي. نظمي بيتك، نظفي بيتك، النهارده هناخد النص اليمين من الشقه، النهارده النص الشمال، مش عارفه هعمل ايه، عندك وقت ومفيش يعني عندك لا ده زوج جاي مش عارفه ايه، لا ده مش عارفه عندك عزومه ايه، لا ده اصحاب زوجك ايه، ده مش عارفه، مفيش. ها فانت عندك، انت ليكي فرصه مضاعفه، حاجه اسمها الدبل تايم ده، انت تعملي دبل في دبل تريبل وتحطي جنبها 3 اصفار عشان بس تنجزي. وتقسمي في تربيه اولادك السلوك الفلاني على مدار الشهر، الخلق الفلاني في الشهر اللي بعده، وتابعي مع زوجك في اليوم في الوقت اللي بيكلمك فيه على التليفون او على السكايب او على شوفي اي برنامج يشوفكم فيه كاميرا، وتبقي بحجابك عشان خاطر اللي بيحصل، وتتكلمي معاه وتقولي له احنا عملنا كذا وشوف انجاز الاولاد كذا، ان شاء الله حتى يسقف يدعي لهم يسمعوا كذا، يبقى حتى في نوع من انواع التواصل ونوع من انواع التقييم والانجازات، وشكرا وجزاكم الله خيرا، والتقدير والتحفيز اللي الاولاد بيشوفوه. عندك حاجات كتير، وانا سعيده انك بتقولي يا محمد انك بتسمعي الكلام وتغيرتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك وتسمعي اللي انا قلته النهارده وتنفذيه، وربنا يفتح بيك يا رب، اللهم امين.